هو اخذ بياناتي ممكن يعمل فيها ايه؟ لا انا لحد دلوقتي هو مسالم معايا، هو مش هيعمل بعمل فيك حاجة. محرك البحث بلاقي اللي انا عايزه، ممكن اصدقائي شلل موجوده وجروبات موجوده، مستمتع بفضاء الكتروني لطيف جدا جدا جدا. يعني انا انت بتب انا اه هو جاسوس، بس هو هيضرني في ايه؟ هو مش هيعمل مع حضرتك حاجة، هو مش هيضرك، هو بيبيع البيانات دي تمام، بس هي المشكلة هنا في بيع البيانات أو استخدامها في أغراض بحثية أخرى اه تمام. مش ممكن أغراض بحثية أخرى دي اللي بيستخدمها فيها يكون شخص عنده صفات معينة، يكون مركز بحثي عايز يعمل عليه تجربة يغوص. بيقدر يجيبه هو دلوقتي بكل لو عايز سهولة يعمل عن الجينات المصرية يقدر يعملها من خلال البيانات اللي احنا اديناها له. بعيدا عن الجينات المصرية خالص. انا النهاردة لو انا قاعد معايا اكتر من 50 فرد في قاعة معينة وكلهم لابسين سمارت ووتش، والسمارت ووتش ديت انا اللي بتحكم فيها والداتا بتاعتهم تيجي عندي، اقدر اعرف مين اللي قاعد مضطرب ومين اللي قاعد كويس، اقدر اعرف مين اللي قاعد تعبان، اقدر اعرف مين اللي نبضات قلبه سريعة، اقدر اعرف كل ده. ما كل ده بنطلق عليه الاي او بي، انترنت اوف بودي، انترنت الاجسام اللي بيتجمع من الاجسام من ضغط الدم ونبضات القلب الكلام ده كله تمام. طب هل ده ممكن يبقى ليه تاثير؟ اه على المدى البعيد هيبقى ليه تاثير كبير جدا طبعا تمام، لان الحاجات دي كلها اصبحت تكنولوجيا طب واصبحت عندي تساؤل برضو بيشغل ناس كتير، المراسلات. انا مثلا عندي جروب على الواتس ببعت لهم رسالة، دي متشافة؟ بص يا فندم، هو هو في جروبات مغلقة؟ خلينا نقول ان مش قصه متشافه او مش متشافه، خلينا نقول ان انا اللي انشات النظام وانا اللي بديره تمام، فاقدر أنا اطلع المهم على الداتا اللي موجوده جواه ولا لا، اقدر اطلع على الداتا اللي موجوده جواه لو انا حبيت. ما ده اللي حصل مع عشان في فرنسا لما وقفوا الاونر بتاع تليجرام مظبوط تمام، هو مش عارفين يخشوا على حاجات معينه، فهو الوحيد اللي عنده الاداه اللي يقدر يخش عليها، فالشركات دي تطلع على دوت. وده اللي قاله من فتره طويله جدا سنودن، ادوارد سنودن. طبعا كل يعني الساده المشاهدين وسيادتك سمعنا عن سنودن والتسريبات اللي قالها. ايوه قال لك ايه المانع دي ان انا وكليكس. لا سنودن كان بيشتغل في الاف بي اي تمام، وعمل لجوء سياسي للروسي. قال لك ايه المانع ان انا اجمع البيانات تمام وبيع البيانات دي طالما انا جمعتها؟ ايه المشكله؟ قال لك جميع الاجهزه تتجسس على المستخدمين، جميع الشركات تتجسس على المستخدمين تمام، لان هو المتحكم الاول والاخير في الكلام ده وكله. لدرجه ان كان الفيلم ده لما اتعمل من فتره طويله جدا الناس بعديها بفتره ابتدوا يعملوا ستيكر على الكاميرا الاماميه من قدام بتاعه اللابتوب وعلى الموبايل. ليه؟ لان كان بيجي يقعد قدام الكمبيوتر يقفل الكمبيوتر، عايز يتكلم في حاجه مهمه يسيب الاجهزه كلها ويمشي يروح يتكلم بعيد. فلدرجه ان صديقته اللي معاه قالت له هو انت ليه بتبعد عن التكنولوجي كده؟ قال لها جميع الاجهزه تتجسس على المستخدمين بالصلاحيات اللي احنا بنديها لهم. النهارده بكل بساطه انا اقدر ابعت لحضرتك تولز معينه اخترق بيها الجهاز بتاع سيادتك دلوقتي حالا ده دلوقتي حالا حالا حالا. طب ما تيجي نبص عليها كده، نبص عليها كده.